لقيت بقى الناس كلها عماله بتعمل لي كومنت، هو انت قذافي؟ هو انت قريب قذافي؟ المشكله ان انا جه في بالي قذافي بتاع ليبيا، فمش شبهي مش عارف، فافتكرت الناس كالعاده بيقولوا اي حاجه في اي حاجه خالص. شبيه سفاح الجيزه ظهر في شوارع مصر بعد عرض حلقات المسلسل، الناس كلها لما بتشوفه بتخاف منه، بتفتكره سفاح الجيزه الحقيقي. انت كلها بيتخانقوا ازاي انا شبهه؟ فوله واتقسمت نصين، بيخلق من الشبه 40. الشاب عبد الله القناوي الشهير بشبيه سفاح الجيزه حكى قصته من خلال تصريحاته لموقع بصراحه، قال انه بيعمل مكياج شخصيات كتيره لكن ما فكرش يعمل مكياج شخصيه السفاح غير لما الناس لاحظوا الشبه اللي بينه وبين قذافي فراد. لما تسلمني نفسك وتلغي دماغك وتهد لي صوابعك العشرة شمع كمان فافرمك، ابقى انا كده غلطان ولا انت تستاهل تتفرم ويتداس على وشك 100 مرة؟ عبد الله قال ان لما المسلسل اتعرض والناس تداولوا صور لقذافي فراج، لقى ناس كتيرة بتقول له انه شبه سفاح الجيزة، ولما بقى يمشي في الشارع كان بيلاقي الناس بتبص له بصات غريبة وما كانش عارف ايه السبب، ولما سأل قالوا له انت فيك شبه من قذافي فراج. في البداية افتكر ان الناس بتهزر معي، وكان فاكر ان هم بيقولوا له انه شبه القذافي اللي في ليبيا، لانه ما كانش يعرف ان المتهم الحقيقي في قضية سفاح الجيزة اسمه قذافي فراج، لكن لما لقى كذا حد بيقول له نفس الكلام قرر يعمل مكياج الشخصية دي، وبالفعل لما عمله بقى شبه قذافي فراج بالظبط، والناس بقت تخاف منه أكتر من الأول، وبعدها استغل الشبه اللي بينه وبين سفاح الجيزة وبقى يعمل مقالب في الناس اللي ماشية في الشارع، وفي كل مرة الناس بيخافوا أو يهربوا منه. لقيت بقى الناس كلها عمالة بتعمل لي كومنت، هو أنت قذافي؟ هو أنت قريب قذافي؟ المشكلة إن أنا جه في بالي قذافي بتاع ليبيا، مش شبهي مش عارف، فافتكرت الناس كالعاده بيقولوا اي حاجه في اي حاجه خالص. عبد الله نشر عدد من الفيديوهات من خلال حسابه على التيك توك، ظهر فيها وهو بيقلد شخصيه سفاح الجيزه، ظهر في فيديو وهو شايل شوال كبير وكان ماشي بيه بطريقه غريبه وكانه شايل جثه، وهو ماسك الشوال دخل محل خضار وطلب من البياع يشتري منه، لكن البياع ساب له المحل وجري، وظهر في فيديو تاني وهو بيهزر مع الناس بطريقه تانيه، فهو بيعمل مكياج سفاح الجيزه وبينزل يمشي بين الناس او يقعد جنبهم، وفجأة تليفون بيرن نفس رن التليفون قذافي فراج في المسلسل، ووقتها الناس بيقوموا يجروا ويفتكروا هيقتلهم، لكن بعد ما بيخافوا منه بيكتشفوا انه مش سفاح الجيزة ولا حاجة، وبيعرفوا ان شاب عادي اسمه عبد الله. ايه رأيكم في الشبه اللي بين عبد الله وسفاح الجيزة قذافي فراج؟ هل هو شبهه بجد؟ قولوا لنا رأيكم. لقيت بقى الناس كلها عمالة بتعمل لي كومنت، هو انت قذافي؟ هو انت قريب قذافي؟ المشكلة ان انا جه في بالي قذافي بتاع ليبيا، فمش شبهي مش عارف، فافتكرت الناس كالعادة بيقولوا اي حاجة في اي حاجة خالص.